إن كنت ترغب بالاسترخاء والراحة فليس لك إلا أن تزور أحد الحمامات التركية ذات الغرف الرخامية المليئة بالبخار والمنتشرة في كل الأحياء والمناطق التركية، إذ بات الحمام التركي موجوداً وبكثافة ضمن مراكز العناية بالجمال والمنتجعات العلاجية والسياحية والصالات الرياضية في السنوات الأخيرة، كما أنها جزء لا يتجزأ من الثقافة التركية، فهي مكان أساسي لتجهيز العرائس. في تركيا يوجد ما يزيد عن 14,000 حمام تركي، وتتواجد أكثرها في مدينتي إسطنبول وبورصة. فمن خلال تجربتك لهذه الحمامات ستستمتع بتصميماتها الإسلامية الرائعة التي تعود بك لعهد السلاطين العثمانيين، فضلا عن الشعور بالانتعاش وفوائد أخرى نفسية وذهنية وصحية، كتخليص الجسم من السموم والتوتر والضغط العصبي وإزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية. وتأتي عمارة الحمام التركي على هيئة قبة سماوية حرارية تسمح بدخول الشمس من خلالها، متمركزة على 8 أعمدة ضخمة مصنوعة من المرمر، وتجد الاهتمام البالغ بالزخرفة والنقوش على الرخام والتي تعطي شعورا رائعا، كما تكون درجة حرارة الغرفة 100 درجة مئوية ودرجة حرارة الماء 50 درجة مئوية. يدخل الشخص لغرفة البخار لمدة 15 دقيقة، لتأتي بعدها مرحلة تقشير الجلد باستخدام أنواع معينة من الزيوت لتعطير الجسم، ثم يتم تدليكه باستخدام كيس خاص مصنوع من الألياف التي تعمل على إزالة الجلد الميت، اسمه في التركية كيسه. لكن أهم ما يميز الحمام التركي هو العنصر الأكثر شهرة، بشمتال أو المنشفة، خفيفة الوزن تتسم بالنعومة والقدرة على امتصاص الماء. أما عن أشهر الحمامة التركية العريقة فهي حمام كيرج علي باشا، حمام آيا صوفيا هرم سلطان، حمام تشمبرليتاش، حمام غلطة سراي، حمام السليمانية، حمام مهرمه سلطان، وغيرها الكثير. لذا ننصحكم بزيارة هذه الحمامات الفريدة والاستمتاع بفوائدها المميزة.